مرحبا، أنا هبة زغبوط، فنانة تشكيلية. بعيش بغزة، تخرجت درست فنون، دبلومة جرافيك ديزاين من كلية تدريب غزة، وأيضا حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة من جامعة الأقصى في 2007. أم وكمان عاملة في مدرسة حكومية في غزة. بدأت الرسم بعد تخرجي في 2008، وبلشت أرسم أكثر عن قضايا الفلسطينية خصوصا مدينة القدس. حاولت في الرسم إني أعبر عن المشاعر السلبية والانفعالات والتوترات اللي بتصير في غزة. يعني كلنا بنعرف إنه مدينة غزة كتير فيها توترات سياسية وأحداث مش بسيطة. من خلال الرسم أنا بحاول أعكس الانفعالات السلبية وأفرغ كل الانفعالات السلبية برسم مدينة القدس، برسم كل القضايا اللي بتخص الفلسطينيين وخاصة في غزة. بعتبر الفن هو رسالة بوصلها للعالم الخارجي من خلال إني أعبر عن قضيتي الفلسطينية والهوية الفلسطينية.